marketed worldwide. So there's a lot of contribution that starts from Israel and goes all over the world. وفي متحف العلوم بأورشليم القدس ناقش 30 طالبا وطالبة من العرب واليهود بعض المعضلات الأخلاقية والاجتماعية التي يثيرها الطب المعاصر. مراسلنا أشري إلياس تبع هذا الموضوع وأعد التقرير التالي. استخدام الخلايا الجذعية الجنينية وإجراء فحوصات جينية مبكرة وغيرها من المواضيع التي تثير جدلا على خلفية أخلاقية كانت موضوع نقاش في متحف العلوم بأورشليم القدس. כתוצאה מפיתוחם של טכנולוגיות ושל מחקרים ביולוגיים מביאים אותנו לכל מיני שאלות, לפתחי כל מיני שאלות שיעסיקו אותנו הרבה מאוד בעתיד ואפילו עכשיו שקשורות להתמודדויות חברתיות אתיות. נחו 30 من الطلاب اليهود والعرب من الصف العاشر من مدارس مختلفة بالعاصمة ناقشوا هذه المواضيع والتقوا بخبراء وعلماء لتوسيع أفاقهم العلمية. المناقشة ان نقوي العلاقة بين العرب واليهود عشان تصير العلاقة اقوى وان نتعلق في اليهود والعرب اجود. هذا المشروع ينفذ بتمويل الاتحاد الاوروبي ويهدف الى اشراك ابناء الشبيبة في الجدل الاجتماعي حول المسائل الاخلاقية المتعلقة بالطب المعاصر. عشان ان يخلوا ان الشبيبة تكون أكثر يعني مهتمة في هاي المواضيع وإن يفتحوا مجالات واسعة على إن الواحد يعني لاقي إشي بيحبه يشتغل في إشي بيحبه يعني إشي مهتم فيه. أبناء الشبيبة سيبلورون وثيقة تشمل اقتراحات سيتم طرحها على لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست. وإلى الصفحة الرياضية.